الإهمال الحكومي للفلاحين وعدم دفع مستحقاتهم المالية دفع أغلب الفلاحين في قضاء خنقين بمحافظة ديالى نتيجة المشاكل الاقتصادية التي باتوا يعيشونها لرفض تسويق الحنطة إلى وزارة التجارة واللجوء إلى التجار. يتأخر سنتين أكثر من سنتين، شو استفاد من عند الفلاح؟ يعني يظل يتاني الحكومة يتاني الحكومة ويروح يراجع وما يستلم الفلوس مالته. وين يبيعه بالخارج 750 800 ل 25 ومرتاح، عايش جهاله ومرتاح وياخذ فلوسه نقدي. ويقول الفلاحون إنهم لا يسوقون الحنطة للمراكز الحكومية بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، فيما تتسلم وزارة التجارة الحنطة بسعر 850 ألف دينار للطن، ناهيك عن تهميشهم من قبل الجهات المعنية وعدم تقديم الدعم لهم. أسمدة والله لو كيلو ما مستلميني من الدولة، أنا بالنسبة إلي ما علي باقي الفلاح، ونريد دعم مكاين وحاصدات الريد او سلف، لانه من يدعم الفلاح باكر انتاجيتي اذا سلمت السنه 50 طن سنه الاخرى سلم 100، اذا كان اكو دعم مضبوط وتوجيهه بالصوره الصحيحه اللي يرضاها الله ويرضاها المواطن. المسؤولون في وزاره الزراعه يقيمون السعر المقدم للفلاحين بالجيد، ويحملون مسؤوليه تاخر مستحقات الفلاحين الماليه لوزاره التجاره. بالنسبة للسعر، السعر 850 ألف دينار السعر المعتدل، يعني بالنسبة للفلاح يعني استفاد من هذا السعر، هذا بينه وبين المصرف الزراعي. احنا كوزارة الزراعة ما لنا دخل بالمستحقات، احنا علينا نوصل الحاصل سائل ومعقوبة. ويطالب الفلاحون في خنقين الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم اللازم لهم وبإنصافهم في أسعار الحنطة ومحاصيلهم الأخرى، وخاصة مع ما يكابده العراقيون من أزمات على جميع الأصعدة.